من آل بيت المصطفى شع الهدى، وبهم طريق الحق نورا عبدا. هم خير من عرف الخلائق أنهم خير البرية للإله تعبدا. فيهم من المختار بانت سنة، أقوالهم نور يضيء الفرقدا. عنهم روى التاريخ خير رواية، من بات يقرأها فيصبح مرشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي، إذ نلتقيكم ومشهد تاريخي جديد يعيدنا إلى عالم الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، في حوارية تأخذنا إلى التفكير في التشيع. إذ أتى إليه مجموعة من الناس وبلغوا الغلام الذي فتح لهم الباب، هم من شيعة الإمام السجاد ومن شيعة أبيه ومن شيعة جده أمير المؤمنين عليه السلام. فما كان من الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه إلا أن يجيبهم ويوضح لهم حقيقة التشيع. أنا وأنتم فلنشاهد. يا غلام، انظر من الباب. حسناً يا مولانا. من؟ نحن قوم من شيعتك. كذبوا، فأين السمت في الوجوه؟ أين أثر العبادة؟ أين سيماء السجود؟ إنما شيعتنا يعرفون بعبادتهم وشعثهم. قد قرحت العبادة منهم الآناف ودثرت الجباه والمساجد. خمس البطون، ذبل الشفاه، قد هيجت العبادة وجوههم، وأخلق سهر الليالي وقطع الهواجر جثثهم. المسبحون إذا سكت الناس، والمصلون إذا نام الناس، والمحزونون إذا فرح الناس، يعرفون بالزهد. كلامهم الرحمة وتشاغلهم بالجنة. مشاهدينا الأكارم، بعدما شاهدنا علينا أن نأخذ الحكمة والدرس مما سبق، فقد أوضح الإمام السجاد عليه السلام إن هنالك فرق بين حقيقة التشيع وادعاء التشيع، فالاسم والانتساب غير كافيان أن يكون الإنسان محسوباً على التشيع، بل يحتاج التشيع إلى حسن اتباع بعقلانية وتفكر وتدبر وقوة عقيدة، عقيدة تدفع بصاحبها إلى أن يضع ميزان علي صلوات الله وسلامه عليه في كل تصرفاته وأفعاله في كل زمن ومكان. ونسألكم الدعاء. أرباب علم والحليم مريدهم، من
زاغ عنهم في جهنم خلدا. ما إن تمسكتم بهم فلتعلموا أنتم بها الأعلون إن حل الردى. هم خير آيات وخير تلاوة أبناء فاطمة وفيهم يقتدى. إذ لن تمس النار جسم محبهم فاطمع إذا في حبهم وتزودا.